المقصوده وتتخط في الكوره وفاول وضربه حره مباشره للمقاولين العرب ضد زهران. بيقول له حرام عليه في حوارات كده اهوت. ده احمد عبد العزيز، ما هو حسام عرفات خلاص الهدف اللي ضيعه هاك هاج ومج، ولا هيهمد الا لما يعوض او حسام حسن يقول له برافو معلش واحده تانية. مش هيهمد حسام عرفات، لازم يعمل حاجه. هنا الكلام، اتمنى ان حسام يهدى جدا لانه حتى الان ماشي كويس جدا، وهيقابله يعني الشربيني مراقب المباراه، محمد الشربيني مراقب المباراه بتاع كره خماسيه، الصديق محمد الشربيني وصديق الزميل الهواري